الشتاء دخل أو على الأبواب يعني، وأيضا المدارس والجامعات خلاص الناس كلها بتلتحق بأول عام الدراسي الجديد. الاختلاط أكيد بيكون أزيد، مهما كان في اختلاط في الصيف والناس بتتناقش فكرة الخروج والمصايف و لكن في الآخر دي قطاعات من المجتمع، أعداد تقدر بالألافات، لكن إحنا الأعداد اللي في المدارس تقدر بالملايين أو مئات الألافات في المدارس والجامعات. فكمان مع ذروة نشاط الموجة الرابعة لفيروس كورونا الأعداد بتبتدي تزيد. يعني إحنا بنتكلم دلوقتي الأعداد بشكل يومي في حدود 500 حالة جديدة، وتاني وتالت ورابع وعاشر دي الأعداد اللي بيتم تسجيلها رسمياً في وزارة الصحة المصرية عن طريق عمل تحليل البي سي آر. يعني في حالات بره؟ في حالات بره أكتر من 500، أكتر من 500. وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي اتكلموا في بداية الأزمة يعني من أكتر من سنة، قالوا إن المعدل بيتحسب تضرب في 5 أو تضرب في 10 عشان تقدر تعرف متوسط الأعداد اللي موجودة في أي دولة في العالم. لحد هنا جيد جدا إن إحنا قادرين نحصر الأرقام، طبعا مقلقة. الجانب الآخر إن في مجهود بيحصل من الناحية التانية إن الدولة تصنع اللقاح وتستورد اللقاحات الأخرى عشان يبقى في مجال إن إحنا نطعم، وابتدى الدولة تطعم الناس وتقول إن هيكون في إجباري تطعيم لكل العاملين في القطاعات الحكومية والعاملين في المدارس والجامعات لمن هم فوق ال 18 سنة. باقي قطاعات المجتمع تنقسم إلى عدة أقسام، منهم اللي سجل ولسه ما جاتلوش الرسالة، منهم اللي سجل وراح خد التطعيم جرعة أولى، منهم اللي عايز يسافر ومحتاج ياخد تطعيم عشان يعرف يسافر ياخد الشهادة بتاعت الكيو آر كود، منهم اللي مش عايز أصلا، منهم اللي مكسل إنه يسجل. كل دي ناس موجودة وأكيد حضراتكم عدى عليكم ناس من أصدقائكم وجيرانكم والعيلة من هذه القطاعات. في مبادرة جديدة موجودة في مصر اسمها معا نطمئن، سجل الآن. المبادرة دي هدفها المواطن اللي مش عارف يسجل عشان ياخد التطعيم، أو المواطن اللي ما عندوش وقت أو مش عايز أو مش عارف يسجل أو ملوش مزاج أو قاعد في بيته مستني يشوف إيه اللي هيحصل. كل الناس دي عندها قدرة النهاردة إنها تاخد التطعيم. الدولة قررت من خلال المبادرة دي إنها توصل للناس من خلال مجموعة من الأوتوبيسات هتلف عدد من المحافظات في الجمهورية. من المفترض إن الأوتوبيس هيكون عليه تقريباً في حدود ال 15 شاب وشابة معاهم أجهزة تابلت متوصلة بالإنترنت عشان يعدوا على حضرتك، يقفوا يتكلموا معاك، يشرحوا لك اللقاح، تديهم بطاقتك، يسجلوا لك، تخش اسمك على الويب سايت أو اسم حضرتك، يجي لك رسالة على التليفون، تروح مركز الشباب اللي تسجل التابع للمنطقة اللي حضرتك سجلت فيها وتاخد التطعيم في نفس اليوم. تاني، الأوتوبيس هيعدي هيبقى فيه شباب معاهم تابلت، هيقفوا في أماكن يتكلموا مع المواطنين عشان يقنعوهم يروحوا ياخدوا التطعيم، ويقولوا لهم يا جماعة التطعيم ببلاش، يا جماعة التطعيم مهم، يا جماعة احنا داخلين على الموجة الرابعة. حضرتك وحضرتك هتدي لهم البطاقة هيسجل لك. انت في منطقة سين، مركز شباب المنطقة سين دي هيبعت لحضرتك مسج رسالة على الرقم التليفون المحمول المسجل عشان تروح تاخد التطعيم في نفس اليوم، واللي هيسجل في هذا الأوتوبيس هياخد هدية صغيرة كده تشجيعية يعني من المبادرة. هدية فيها شنطة صغيرة كده معاها كاب ومعاها قلم، يعني تفاصيل كده لطيفة جدا ممكن تشجع الناس انها تسجل. تخيل يا جمانة، يعني خلاص ناقص ان احنا نروح نخبط على كل بيت ونديله واحد حقنة نقول له بعد اذنك.